فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر، من أين يؤخذ هذا؟ ومن الأدلة على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ولذا اختلف العلماء ما هو هذا الكتاب الذي سيكتبه، لأنه عدل عليه الصلاة والسلام. فمن بعض الأقوال أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينص على الخليفة من بعده، لكنه علم أن الصحابة رضي الله عنهم لن يختلفوا على أبي بكر، فرأى أنه لا داعي إلى هذا الكتاب.